آخر الهلال والمريخ اتجهوا سويا إلى القاهرة، لا ندري هل هروبا من أزمة الملاعب، هروبا من الصيف الحارق في السودان، ذهبوا إلى القاهرة أكيد من أجل هدف معين لتحقيقه من هذا المعسكر في القاهرة. وذكرنا في العناوين أن العملاقان يلتقيان في القاهرة ليس في مباراة في كرة القدم، ولكن في معسكر إعدادي أكيد له أهداف. نعم صحيح، بداية في أزمة حقت ملاعب واضحة جدا في السودان، في أزمة حقت قطاعات كهرباء مستمرة في السودان، ده بيحيد كثير جدا من الإعداد. في جانب آخر كمان مهم جدا، نحن مجتمعنا السوداني في رمضان مختلف اختلاف توتالي عن كل الدول العربية والإسلامية، النظام حقنا نفسه، النظام الحياة الاجتماعية حقتنا مختلفة شوية، كلنا نعرف الحياة، فصعب جدا تعمل كنترول على لاعب كورة في شهر رمضان أو هو لاعب محترف، أو تتعامل بأنه هو لاعب محترف، لعيبتنا ما وصلوا مرحلة من الاحتراف أنه مثلا في شهر رمضان ينوم من الساعة 10، صعب جدا تعمل حاجة زي دي. فكان محتاجين للمعسكر على أساس أنه اللعيبة يكونوا معزولين في مكان معزول، يمارسوا تمارين وياخذوا وقتهم الكافي من الراحة، يمارسوا إعدادهم لو لكم مباريات ودية يكون افضل للفريق، يعني على اساس انه حتى مباراه القمه نفسها بغض النظر عن يفوز، من مهم جدا انه بعد توقف طويل لقاء القمه يكون لائق، بعد نتيجه المنتخب الوطني يكون لقاء كبير ومشرف، ما يكون فيه نقص حق لياقه ومشاكل حق التحامات وضرب جوا الميدان زي ما تعودنا في المباريات اللي بيكون فيها نقص لياقه. فالمعسكرات بتساهم بشكل كبير في تجهيز الفريق للمرحله الجايه.